بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا عن الفينيتوين، وهنتكلم في الكلينيكال يوزيس اوف فينيتوين او الانديكيشنز اوف فينيتوين. النقاط اللي هنتكلم فيهم هم في الأساس ثلاث نقاط: الستاتس إبليبتيكس، أو بمعنى أصح الستابليشد ستاتس إبليبتيكس، أو اسمها الثاني بنزو ديازيبين ريسيستنت ستاتس إبليبتيكس. وهنتكلم في التريتمنت أوف إبليبسي والسيجر بروفلاكسيز. الثلاث نقاط دول هم الانديكيشنز أوف فينيتوين. في الستاتس إبليبتيكس هنتكلم عن الديفينيشن، هنتكلم عن الهونج كونج إبليبسي جايدلاين، هنتكلم عن الإفكاسي أوف فينيتوين إن إستابليشد ستاتس إبليبتيكس، هنتكلم عن الليفاتريسيتام فيرسس فينيتوين فور تريتمنت أوف إستابليشد ستاتس إبليبتيكس، وهنتكلم برضو عن الفالبوريت مقارنة بالفينيتوين، وهنتكلم عن الستاتس إبليبتيكس تريتمنت ترايل اللي هي اتعملت في 2019 وقارنت بين الفوسفينيتوين والفالبوريت والليفاتريسيتام في التريتمنت اوف استابليشد ستاتس ابيليبتيكس. وهنتكلم عن الانترافينوس ادمنستريشن اوف فينيتوين، هنتكلم عن الانيشال دوز والتوب اب لودنج دوز والمينتيننس دوز. عناوين كثيره لكن كل عنوان تقريبا سلايد او تو سلايد مش اكتر، يعني مش هنطول. Definition of status epilepticus. كان زمان status epilepticus، تعريف اللي بستاتس epilepticus ما يبقى time based. كان زمان ما يبقى انه convulsion او سيجر لمدة ساعة، بعد كده قللوا الساعة خلوها نص ساعة، بعد كده اللي وصلنا ليه حاليا اللي هو 5 minutes. فالstatus epilepticus is a seizure that lasts longer than 5 minutes or having more than one seizure within a 5 minute period without returning to the normal level of consciousness between episodes. ده الديفينيشن اللي ماشي حاليا بتاع الستاتس ابيليبتيكس اللي هو 5 minute duration of the seizure او 2 seizure within 5 minutes without returning to the normal level of consciousness. وده تعريف سهل علينا في الشغل، لان العيان بيجيني يعني بيكون بفتس، مش بنتظر ساعه ولا نص ساعه، لا هو 5 دقائق خلاص يبقى ستاتس ابيليبتيكس. الستاتس ابيليبتيكس از ا ميديكال ايمرجنسي، ولازم يكون قرارنا سريع وعلاجنا سريع عشان نعمل ابورشن للسيجر، لان كل ما كانت الديوريشن اوف ذا سيجر لونج كلما كان المانجمنت فيري ديفيكالت، وكلما كانت الكومبليكيشن فيري مور كومبليكيشن، وكلما كانت المورتاليتي فيري هاي. الهونج كونج جايد لاين اون ستاتس ابيليبتيكس، الستاتس بتتقسم الى 4 stages بناء على الريسبونس تو ذا دراج. قبل النقاط دي طبعا بنعمل في اي ايمرجنسي بنعمل الاي بي سي، وبنسحب بلاد وبنعمل لاب، ولازم نعرف السيرم فينيتوين. لو العيان بياخد انتي ايبليبتيك وكان الانتي ايبليبتيك ده فينيتوين، لازم نعرف السيرم ليفل اوف فينيتوين. فاول ما اي عيان يدخل في سيجر او يدخل في ستاتس، لازم نديله في الاول البنزو ديازيبين. عطنا له البنزو ديازيبين وحصل ابورشن للسيجر، فده بنسميه ايرلي ستاتس ابيليبتيكس. ادينا له البنزو ديازيبين بالميثودز بتاعته المكتوبه دي، والسيجر ما حصلهاش ابورشن، العيان بيدخل في السكند ستيج اللي هي الاستابليشد ستاتس ابيليبتيكس. وفي الاستابليشد ستاتس ابيليبتيكس ما يبقى معاي 4 options، معاي الفينيتوين وكذلك معاي الفوسفينيتوين، معاي الفالبوريك اسيد والليفاتريسيتام والفينوباربيتال، فانا استخدم واحد من دول. والافيكاسي صراحه بتاعه الاربعه دول ذا سيم، ولكن الكلام فيه ايه في تفصيل.
لو فرضنا ان العيان ما استجابش للحاجه من الاربعه دول، بيدخل في الريفراكتوري ستيتس ابيليبتيكس، وفي الحاله دي بنستخدم الميدازولام او البروبوفول او السايوبنتال. لو هو ما استجابش للدراجز بتوع الستيج رقم 3 بيدخل في السوبر ريفراكتوري ستيتس ابيليبتيكس، وفي الحاله دي بنستخدم بنستخدم كل الحاجات دي، بنستخدم الكيتامين والاميونوثيرابي والكيتوجينيك دايت والمغنيسيوم سلفيت والبيرودوكزال انجكشن، وبنعمل هايبوثيرميا، وممكن نستخدم الكتروكونفالسيف ثيرابي، وممكن في اللاست ستيج بنعمل ابيليبسي سيرجري، urgent epilepsy surgery. كل ما يهمنا في القصة دي اللي هو الفينيتوين اللي هو بيستخدم في الاستابلشت ستيتس ابيليبتيكس مع الاربعة زملاته اللي هو الفالبوريك اسيد والليفاتريسيتام والفينو باربيتال. الافيكاسي اوف فينيتوين ان استابلشت ستيتس ابيليبتيكس، زي ما قلنا ان الفينيتوين ده من اول الانتي سيجر دراجز اللي تم تصنيعها وتم استخدامها، عشان كده الترايلز اللي اتعملت عليها اولد شويه، لكن يعني تقارب للي حصلان حاليا. فالافيكاسي بتاعت الفينيتوين في الادلت بيعمل ابورشن في السيجر في حوالي 60 ل 80% within 20 minutes after initiation of infusion، ده في الادلت. فالافيكاسي بتاعت الانترافينوس فينيتوين بتبقى من 60 ل 80. في البيدياتريك بيحصل كومبليت او بارشال افكت بارشال ابورشن في حوالي 85%، لكن في البيدياتريك بيستخدم معهم في الاساس الفينو باربيتال، لكن ممكن يستخدم الفينيتوين. بعد ما تم تصنيع الليفاتريسيتام انفيوجن فلازم نعمل كومباريزون بتوين الفينيتوين والليفاتريسيتام في المانجمنت اوف استابليشد ستاتس ابيليبتيكس. في الكلينيكال ترايلز وجدوا انه الفينيتوين الليفاتريسيتام بيعمل ابورشن في حوالي 60% من الكيسز، والفينيتوين بيعمل ابورشن للسيجر في حوالي 59% 0.4%. يعني لو قارنا الافيكاسي بتاعت اثنين هنلاقيها يعني ذا سيم، لكن الليفاتريسيتام بيبقى ليه ادفانتجز على على الفينيتوين في عده نقاط، في الاساس في اليوز او في السايد افكت. فهنلاقي ان الليفاتريسيتام بيتاخد مور رابيد وذين 5 مينيت، بينما الفينيتوين بيتاخد على لونج ديوريشن قد تصل الى ساعه. الليفاتريسيتام سوبيريور تو فينيتوين ان سيجر سيزيشن ريت and less serious adverse effect. الليفاتريسيتام لي فيفرابل فارماكوكاينيتيك، منهم انه ما بيحصلهوش ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450، فبالتالي ما لهوش اي دراج انتراكشن. فلما يكون عيان بولي ميديكيتد وجايين في حاله ستيتس يفضل ما استخدمش معاه الفينيتوين، لان الفينيتوين ليه ميني دراج انتراكشن، فاستخدم معاه الليفاتريسيتام افضل، خاصه ان الافيكاسي بتاعتهم هم اثنين ذا سيم، او الليفاتريسيتام سوبيريور شوي عن الفينيتوين. البايو افيلابيليتي بتاعت الليفاتريسيتام حوالي 100%، وعشان كده ما بيحتاجش مونيتورنج، لكن الفينيتوين لازم اعمل له دراج مونيتورنج. البرود ثيرابيوتيك اندكس، الليفاتريسيتام ليه برود ثيرابيوتيك اندكس، فبالتالي مش بخاف من التوكسيسيتي، حتى لو زودت الدوز بتاعت الليفاتريسيتام التوكسيسيتي بتاعته ما بتحصلش، بعكس طبعا الفينيتوين. الافيكاسي اوف ذا تو دراج اللي هي الليفاتريسيتام والفينيتوين ار سيميلر، بات الليفاتريسيتام از سيفر اند بيتر، ليه بيتر توليرابيليتي عن الفينيتوين. برضو الفالبوريك اسيد ليه انترافينوس روت، عشان كده لازم، وبرضو بيستخدم في الاستابليش ستاتس ابيليبتيكس، فعشان كده لازم نعمل كومباريزون بين الفينيتوين والفالبوريك اسيد. ريجاردينج ذا افيكاسي،
there is no significant difference between phenytoin and valproic acid. The time control of the seizure, with duration of hospitalization of the patient, with number of non-dependent patient, with death أو mortality rate أفضل مع الفالبوريك أسيد. الفالبوريك أسيد ما يبقى معاه time of control ما يبقى short, duration بتاعة البيشنت اللي معقولة في المستشفى بتبقى قليلي, والمورتاليتي ما تبقى قليلي مع الفالبوريك, مع الفالبوريك أسيد. لذلك برضو هو يفضل عن الفينيتوين. في 2019 عملوا ترايل اسمها Established Status Epilepticus Treatment Trial, قارنت بين الفوسفينيتوين اللي هو البرو دراج اوف فينيتوين, والفوسفينيتوين على فكره كفوسفينيتوين ما لهوش اي ثيرابيوتيك يوز, لكن فايدته انه هو بيتحول في البلد الى فينيتوين. فلو فرضنا جدلا ان الفوسفينيتوين ما بيتحولش الفينيتوين فما بيبقاش ليه اي يوز خالص. الترايل دي قارنت الثلاثة دول ببعض. طب الفوسفينيتوين قبل ما نقول النتيجة بتاعت الترايل, الفوسفينيتوين ايه فايدته عن الفينيتوين؟ السايد افكت بتاعت الفينيتوين مع تبقى مع الفوسفينيتوين تعتبر مش موجودة, وخاصة في الانترافينوس روت. الانترافينوس روت اوف فينيتوين ليه سايد افكت منها حاجات فيري سيفير, لكن الفوسفينيتوين ما بيعملش السايد افكتس دي بتاعت الانترافينوس انجكشن. وجدوا لما قارنوا الثلاثة دول ان الافيكاسي بتاعت الثلاثة تعتبر ذا سيم. مع يبقى الابورشن اوف سيجر في الليفاتريسيتام 47%, في الفوسفينيتوين 45%, في الفالبوريك اسيد 46%, اعلاهم الليفاتريسيتام علو بسيط, وبعد كده الفالبوريك, وبعد كده الفوسفينيتوين. فما فيش سيجنيفيكانس ديفرنس بين ذا ثري دراج. الهايبوتنشن والاندوتراكيال انتوبيشن مور فريكوينت ويز فوسفينيتوين ذان ذا اذر تو دراج, ولكن في الترايل دي وجدوا ان المورتاليتي مع الليفاتريسيتام اعلى من بقيه الدراج التانيين مع الفالبوريك اسيد او الفوسفينيتوين. المورتاليتي كانت مع الليفاتريسيتام كانت عاليه شويه عن الدراج التانيين, عن الاثنين التانيين الفالبوريك اسيد والفوسفينيتوين. لو عيان جايينا ستيتس ابيليبتيكس وخلاص, يعني ما عندناش لا هينفع نستخدم معاه ليفاتريسيتام ولا هينفع نستخدم معاه فالبوريك اسيد, واضطررنا الى اننا نستخدم الفينيتوين, فازاي هنعمل ادمنستريشن للانترافينوس فينيتوين؟ الفينيتوين لازم يحصل له دايلوشن, لازم يبقى نعمل شوت دايلوتد ان نورمال سالاين, ما نحطهوش على ديكستروز, ما يتحطش على ديكستروز, يتحط على صلاين. والانفيوجن ريت 50 ميلي جرام بير مينت, ده على سرنج بامب, اند شود نوت انجكتد دايركتلي, واند شود انجكتد دايركتلي ان لارج فين, ما ينفعش في السمول فين لانه بيعمل الريتيشن جامد للفين, لازم في لارج فين مع لارج بور كانيولا او انترافينوس كاثيتر. ده الانترافينوس روت لازم يبقى الريت 50 ميلي جرام بير مينت, ده الهاي ريت, لازم يبقى في لارج فين, ولازم نعمل له دايلوشن على سلاين مش على ديكستروز. طب لو فرض اننا اضطررنا الا انه نستخدم الانتراماسكولار روت, الانتراماسكولار روت ديتي للاسف نوت افكتيف, والابزوربشن ما يبقى فيري سلو, والانجكشن بيبقى very painful. لكن لو اضطررنا بنزود الدوز 50% higher than الاورال دوز عشان نوصل للسيرم ثيرابيوتيك ليفل, لازم نزود الانتراماسكولار دوز 50% زياده على الاورال دوز. الديوريشن بتاعت الادمنستريشن اوف فينيتوين بتبقى من 30 ل 40 مينت وما تزيدش عن 60. في الالدرلي او الكاردياك بيشنت لازم تبقى على مدار ساعه, على مدار 60 دقيقه. الادمنستريشن شود بي ايميديتلي افتر ذا ميكستشر هاز بين بريبيرد, ما طولش, اند كومبليتد ويزن 1 اور.
الادمنستريشن معبقى على سيرينج بامب ان لارج بور كانيولا اور انترافينوس كاثيتر انتو لارج فور ارم فين انتو لارج فين فور ارم في اي حته اهم حاجه يكون لارج فين اف دايلوشن از اسينشال ما ينفعش اديه دايركت اعمل ميكس على 100 او 250 ملي صوديوم كلورايد سالاين مش ديكستروز واعمل له ادمنستريشن في الانفيوجن بامب قبل ما اعمل انجكشن بعمل انجكشن بستيرايل سالاين وبعد ما اخلص الانجكشن اوف فينيتوين بعمل انجكشن برضو بستيرايل سالاين ومهم جدا يحصل كونتينوس مونيتورينج اوف اي اي جي اند بلاد بريشر يعمل كونتينوس مونيتورينج للبلاد بريشر والاي اي جي سوري هنا الاي سي جي مش الاي جي يعني نعمل كونتينوس مونيتورينج للبلاد بريشر والاي سي جي عندنا في الادمنستريشن في ثلاثة بوينت اول حاجه الانيشيال دوز اوف فينيتوين ان ستاتس ابيليبتيكس جاني عيان ستاتس وهو نوت اوريدي نون ان هو ابيليبتيك او مش مع ياخد اي انتي ابيليبتيك دراجز او بياخد اي ابيليبتيك دراجز انتي ابيليبتيك دراجز لكن مش مع ياخد الفينيتوين في الحاله دي بنحسب الدوز على 18 ملي جرام لكل كيلو جرام ونضربها طبعا في الوزن هو الدوز بتبقى من 15 الى 20 فعشان ما انتوش خلينا في 18 ده الايديال اننا نحسبها عليه على 18 ملي جرام لكل كيلو جرام ونديله الانفيوجن بالطريقه اللي قلناها سابقا مع كونتينوس مونيتورينج للاي سي جي والبلد بريشر والريسبيراتوري فانكشن خلال فتره الانفيوجن كله ده بنسميه انيشيال لودينج دوز لكن النقطة الثانية لو عيان جايلي في ستيتس وهو كان اوريدي على الفينيتوين فبنستخدم حاجة اسمها توب اب لودينج دوز بنحسبها ازاي بنحسب التوب اب لودينج دوز بنعمل 20 ملي جرام 20 ملي جرام ننقصها من الميجرد كونسنتريشن 20 ناقص الميجرد كونسنتريشن لما قلنا في الاول قلنا لازم نسحب سيرم نسحب بلاد ونعمل سيرم فينيتوين فاحنا هنا العيان لو بياخد فينيتوين بطرح 20 من الميجرد كونسنتريشن وبضربها اف 0.7 في البودي ويت على سبيل المثال لو عيان الويت بتاعه 70 كيلو جرام والسيرم كونسنتريشن بتاع الفينيتوين هو بياخد فينيتوين وجدناه انه 5 ملي جرام بالليتر ودخلنا الحسابات دي في المعادله دي هنلقى ان الدوز اللي المفروض ياخده 735 ملي جرام يعني قول 750 هنعمل انفيوجن للدوز دي عشان تبقى التوب اب لودينج دوز عكس العيان الثاني اللي هو ما بياخدش اي انتي ابيليبتيك او ما بياخدش فينيتوين بتبقى لها حسابات اخرى فاحنا عندنا في المريض اللي هو الستيتس بياخد فينيتوين او ما بياخدش فينيتوين لو هو ما بياخدش فينيتوين بنعمل الانيشيال لودينج دوز اللي هي 18 ملغ لكل كيلوغرام لكن لو هو بياخد فينيتوين بنحسبها بالمعادله دي ربنا كرمنا والستاتس ابيليبتيكس او الاستابليشد ستاتس ابيليبتيكس ادينا له العيان فينيتوين وحصل ابورشن ايه اللي هنعمله بعد كده هنعمل المينتيننس دوز والمينتيننس دوز بتبقى 3-5 ملي جرام بير كيلو جرام بير داي واول دوز المفروض تتاخد خلال 12-24 ساعه من اللودينج دوز المينتيننس دوز بتتاخد اورال لو العيان يقدر يبلع او نيزو جاستريك عن طريق النيزو جاستريك تيوب وما يفضلش ان انا اعطيها انترافينوس غير لو اضطررت لهذا الروت لان بتعمل اريتيشن جامد وممكن تعمل سيفير سايد افكت في خلال الانترافينوس روت الفورمز المتاحين عندنا اللي هي الفينيتوين صوديوم اللي هو في الكبسول والتابلت والانجكشن والفينيتوين سسبنشن
المئة ميلي جرام، 100 ميلي جرام في الكبسول بيساوي 15 ميلي جرام اللي هم 90 في السسبنشن. فدي نقطة مهمة عشان ايه في اليوز لازم اعرف احكم الدوز كويس. لازم ناخد بالنا ان الفينيتون ليه ميني دراج دراج انتر اكشن، فلازم الدراج هيستوري بتاع المريض يكون واضح بالنسبة لي. وفي نقطة تانية مهمة جدا ان الفينيتون كونسنتريشن increase disproportionally with the dose. يعني ممكن انا امشي على المنت على مينتنس دوز معينه لكن الكونسنتريشن اوف فينيتون القاه زايد، فديت انا معدله ذا سيم دوز لكن التوكسيك سايد افكت بلقاها بانت ظهرت معي رغم اني ما زودتش الدوز، فلازم اكون على بصيره من هذا الامر. وده ما يكون اكتر حاجه لما تكون المينتنس دوز اكتر من 25 او 50 ميلي جرام بير دي. الفينيتوين بيستخدم طبعا في التريتمنت اوف ابيليبسي. التريتمنت ان تريتمنت ويز فينيتوين والكاربامازيبين والفينوباربيتال وابن عمه البريميدون الاربعه دول ليهم ذا سيم افكت في التريتمنت اوف ابيليبسي. لما استخدم الاربعه دول الفينيتوين او الكاربامازيبين ليهم ذا سيم افكت. الكاربامازيبين والفينيتوين ليهم سيفتي عن الفينوباربيتال واقل سايد افكت عن الفينوباربيتال والبريميدون. الفينوباربيتال والبريميدون دول يعني يعتبر ذا سيم، يعتبر زي الفينيتوين والفوسفينيتوين. الفينوباربيتال والبريميدون دول ذا سيم استراكشر، لكن الاربعه الفينيتوين والكاربامازيبين والفينوباربيتال والبريميدون ليهم نفس الافيكاسي كمونوثيرابي في الجنرالايزد تونيك كلونيك سيجر. ما فيش ترايل قارنت الفينيتوين مع البريفار سيتام والكلوبازام والإزليزيبين والفيلباميت والجابابنتين واللاكوزامايد والليفاتريسيتام والبارامبينيل والبريجابالين والتيجابين والزونسامايد. كتير 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 أنتي إبليبتك كتير. ما فيش ترايل قارنت الفينيتوين مع الجماعة الحلوين دول. الدراجز اللي مور افكتيف، النقطه دي مهمه جدا، المور افكتيف ان اول جنرالايزد ابيليبسيز، اول جنرالايزد ابيليبسيز الدراج دول افكتيف معهم، كل الدراج دول افكتيف معهم اللي هم الفالبرويت والليفاتريسيتام واللاموتريجين والتوبيراميت والزونسامايد والفيلباميت والبرامبينيل واللاكوزامايد. كل دول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 دول افكتيف اف اول جنرالايزد ابيليبسيز، فهم بيبقى ليهم الابر هاند في اليوز اوف اول جنرالايزد ابيليبسي. الفالبوريت الفالبوريك اسيد او الليفاتريسيتام واللاموتريجين والتوبيراميت والزونسامايد والفيلباميت والبرامبانيل واللاكوزامايد، كل الثمانيه دول افكتيف if all generalized epilepsy. لو احنا عايزين نطلع من الفيديو ده بسلايد مهمي، السلايد دي هي المهمة جدا 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 وبتحدد الدراج اللي بستخدمه، فنركز فيها شوي. هنا اول عمود السيجر تايب، هنا الكومون فيرست مونوثيرابي. لو الكومون فيرست مونوثيرابي مش ممكن استخدمه لاي سبب، في سواء في البيشنت او العيان عنده الرجي من الدرج اللي هو اول واحد دي، فممكن استخدم الالترناتيف بتاعه اللي هو الالترناتيف بتاع الفيرست لاين. والعمود رقم 4 ده الاد اون ثيرابي، لو العيان مش كنترولد على الكومون درج ايه اللي بضيفه عليه عشان يحصل كنترول. في الفوكال اونست سيجر الفيرست مونوثيرابي اللي من المفروض استخدمه اللاموتريجين والليفاتريسيتام او اللاكوزامايد
او الاوكس كاربازيبين او ابوه الكبير الكاربازيبين. لو ما ينفعش استخدم الخمسه دول ايه اللي ممكن استخدمه؟ استخدم البريفار سيتام او التوبيراميد او الزونساميد او الازليزيبين او البرامبانيل او الفاربرويت او الفينيتوين او هو الفينيتوين ما موجودش في السلايد دي كلها غير هنا كالترناتيف للسكن للفيرست لاين في حالات الفوكال اونست سيجر. وطب بعد الفينيتوين الفينوباربيتال والسينوباميت. لو هو العيان فوكال سيجر ومش كنترولد وعايز اضيف عليه حاجه بضيف الكلوبازام او الفيلباميت او الجابابنتين او البريجابالين التيجابين او الفيجا باترين بضيف حاجه من دول. عيان الجنرالايزد تونيك كلونيك سيجر الفيرست تشويس المفروض يبقى فالبرويت وليباتريسيتام ومعاهم البرمبانيل او ممكن معاه يعني استخدم معاهم البرمبانيل لو هو مش متاح استخدم الفالبوريك اسيد او الليباتريسيتام. الالترناتيف بتاعهم اللاموتريجين والتوبيراميت والزونساميد. لو العيان مش كنترول جنرالايزد تونيك كلونيك ومش كنترول بضيف عليهم الفيلباميت واللاكوزاميد. عيان ابسنس الاسوكسامايد ما فيش مكان ليه غير هني كفيرست تشويس في الابسنس او الفالبرويت. لو مش هستخدم الاسوكسامايد او الفالبرويت بستخدم الليفاتريسيتام او اللاموتريجين. طب لو عايز حاجه اد اون بضيف معاهم بعمل كومباينيشن من دول يعني ممكن اضيف الاسوكسامايد مع الليفاتريسيتام او مع اللاموتريجين او الفالبرويت مع الليفاتريسيتام واللاموتريجين. المايوكلونس المايوكلونيك سيجر هما اثنين فالبرويت والليفاتريسيتام ما لهمش الترناتيف. الاد اون بتاعهم البرمبانيل والتوبيراميت والزونساميد والفيلباميت. لو عيان انفانتايل اسبازم اللي هي الويست سيندروم ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون والبريدنزولون والفيجاباترين الالترناتيف بتاعهم التوبيراميت والبنزودايزيبين والفالبرويت. عيان درافيت سيندروم فين فلورامين والفالبرويت وكلوبازام دول الفيرست تشويس. الالترناتيف بتاعهم الفين فلورامين دول طبعا هو غلط فيها او التوبيراميت والكانابينيدويل والكيتوجينيك دايت والستريبنتول. لينوغاستو سيندروم فالبرويت وكلوبازام. الالترناتيف ليفاتريسيتام والكانابينيدويل والكيتوجينيك دايت. لو هو هحتاج اد اون بضيف الروفانامايد والتوبيراميت والفيلباميت واللاموتريجين. السلايد دي في غايه الاهميه. طبعا اللي عليه نجمه هنا الاوفلابايل مش ابروفد واللي عليه نجمتين المفروض ما حدش يعطيه الا عيانه مرض. هنا طبعا هم على حسب ثقافتهم اي حاجه اي واحده في الريبرودكتيف بيرد بيحصل لها بريجننسي لكن احنا عندنا العيانه المرض. السيجر بروفلاكسز والسيجر بروفلاكسز دي كمصطلح ان شاء الله باذن الله هيموت قريب وهينتهي قريب. الريسنت براكتس بارامتر باي ذا امريكان اكاديمي اوف نيورولوجي اللي هي كبير النيورولوجي في العالم ريكومندز اجينست انتي ابيليبتيك بروفلاكسز ان بيشنت ويز نيولي دايجنوزد برين تيومر سينس ات از نوت افكتيف ان بريفنتينج سيجرز. يعني القصه دي يعني البروفلاكسز استخدام اي انتي ابيليبتيك كبروفلاكسز من السيجر ما لهوش اي رول ويفضل ما نستخدمهوش يعني في عيانين التيومرز او اي عيان حتى لو داخل في سيرجري. The evidence regarding pre-operative anti-epileptic prophylaxis is less conclusive. وبرضو العيان اللي بيدخل operative neurosurgical operation في البرين ما يفضلش برضو اعطيله prophylaxis pre-operative بس رغم كده برضو ما زال بيستخدم. والبوست اوبراتيف سيجر اوكير موست اوفن ان ذا فيرست ويك او الفيرست مانث ودي مش في كل الحالات برضو فبالتالي ما اجهدش العيان ان اديله انتي ايبليبتيك لونج ديوريشن. عيان دخل اوبريشن سيرجيكال اوبريشن نيورو سيرجيكال اوبريشن عمل برين اوبريشن
فمن غير المعقول ان ادي له بروفلاكسز والعيانين بيجوا بياخدوه فترات طويله فما بيبقاش ليه اي افكت، الافكاسي بتاعه ما بيبقاش موجود. لو عيان فتس ودخل فتس، يعني فرضنا عيان ودخل عملنا له اوبريشن في البرين او كان فيه برين تيومر او فيه برين ماس وبيفتس، لا ده ادي له خلاص ده عيان بيجي ابيليبتيك، ادي له انتي ابيليبتيك، ما بيبقاش حاجه اسمها بروفلاكسز. لكن عيان عنده برين تيومر او عمل اوبريشن في البرين وما فتش، المفروض ما اديلهوش انتي ابيليبتيك دراج. طيب طبعا ده اللي ماشي حاليا، لا بتوع نيوروسيرجري بيعطوا انتي ابيليبتيك دراجز، لازم يعطوا انتي ابيليبتيك دراجز. لو فرضنا ان العيان بياخد ماشي على سيجر بروفلاكسيز، ماشي على الفينيتوين كسيجر بروفلاكسيز، وهم بتوع نيوروسيرجري بيفضلوا الفينيتوين اكتر من اي حاجه تانية، رغم انهم دلوقتي بداوا يستخدموا الليفاتريسيتام عن الفينيتوين. لو فرضنا ان العيان ما يستخدم سيجر بروفلاكسيز، لازم اعمل له ديسكونتينويشن افتر ذا فيرست بوست اوبراتيف ويك، يعني لازم اعمل ديسكونتينويشن للانتي ايبيليبتيك دراجز اللي انا بستخدمه كبروفلاكسيز. فده كلامنا عن الكلينيكال يوزز اوف فينيتوين، فرب تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيبقى عن السايد افكتس اوف فينيتوين.